يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أوصى والدي رحمه الله بثلث التركة. يقول أوصى والدي رحمه الله بثلث التركة وأن تسلم لي لوضعها في صدقة جارية. وأن تسلم لي لوضعها في صدقة جارية مع العلم أن المبلغ قد حال عليه الحول وهو معي. السؤال: بما ينصحني فضيلتكم في هذه التركة أو في هذا الثلث؟ أن تجتهد وأن تضع في هذا الثلث في شيء ينفع الميت ويبقى نفعه، يستمر نفعه له. نعم. وهل فيه زكاة عندما؟ زكاة ليس فيه زكاة. الوقف والوصية ليس فيها زكاة، لأن مصارفها مصارف الزكاة. نعم.